السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي عن المايلستونز. المايلستونز دي هي عبارة عن حدث أو فعل بيشير إلى انتهاء مرحلة معينة، وعادة ما تضاف في نهاية المرحلة لتشير إلى اكتمالها، وهي عبارة عن مهمة لكن المدة بتاعتها صفر. يعني ببساطة شديدة جدا، حضرتك لو تيجي مثلا أنهينا مثلا مرحلة الأساسات، طب إيه العلامة اللي ممكن مثلا تضيفها لنفسك إن أنت أنهيت مرحلة الأساسات؟ في علامات هنشوفها بإذن الله بعد كده إن إحنا نعمل علامة صح جنب التاسك الخاصة باكتمال التاسك، لكن أنا عاوز مثلا أعلم انتهاء المرحلة دي، فبنعمل إيه؟ في حاجة اسمها المايلستون. طبعا عشان تضيف مايلستونز هروح هنا على التاسك ديت، أو معلش نروح نضغط على التاسك اللي تحتيها، عشان اللي هنضيفه هيتم إضافته فوق مرحلة التشطيب. فوق اللي لما بنضيف بيتم اضافته فوق المحدده. فلما اروح كده ضغطت مرحله التشطيب اهوت مثلا، ورحت على التاسك ريبون، هنا عندي مايلستون انسرت مايلستون، ضغطت عليها قام اضاف لي تاسك فوقيها. التاسك بقى اللي فوقيها دي ايه؟ ده مش فين كده الديوريشن بتاعتها صفر. اضاف لي المايلستون فوقيها، ممكن اكتب مثلا هنا تم الانتهاء من اعمال الاساسات مثلا كده، خلاص. طب احطها فين؟ احطها في التاريخ اللي انا عاوزه. ممكن اروح حتى على فكره، يعني انا ممكن بدل ما اروح اكتب التاريخ بتاعي ممكن اروح اسحبها كده احطها في اليوم اللي انا عاوزه، مثلا تم انتهى هنا خلاص احطها هنا، خلاص انتهى الموضوع خلاص. وممكن حتى تعملها برضو او الدنت او اندنت حسب راحتك. طبعا دي بتبقى علامه كده، علامه في النهايه عشان بس تعلم لك انت انتهيت من ايه بالظبط، ايه المرحله. في طبعا في كل طبعا دي المفروض انها بتتم في اثناء تنفيذ البروجكت نفسه، فانت كل ما بتنهي مثلا مرحله معينه او عاوز تضيف علامه معينه، فدي عباره عن علامات كده بتفيدك انها بتعلم لك والله ان انت انتهيت هنا، مجرد ان انت بتشاور عليها حتى بيطلع اسمها لو تم الانتهاء من عمل اساسي. دي كان اسمها المايلستونز. انتبه بس ان هو ان هي المده بتاعتها لازم تكون زيرو. شكرا، واشوفكم في الدرس القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.